حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. عبد العظيم عبد الحق. عبد العظيم عبد الحق الفنان الموسيقار الغير معروف، برغم تاريخه الفني الكبير ولكن يجهله الجميع، وهذا نابع عن كونه فنان لا يزاحم أحد خلف الأضواء. الفنان عبد العظيم عبد الحق المعروف جدا بين زملائه، ولكنه مظلوم جدا في الوسط الفني. هل لديك فكرة عزيزي المشاهد عن السرقة التي حدثت للفنان الراحل وآلمته كثيرا؟ هل تعلم من السارق والذي سيصدمه؟ هل لديك أي معلومات عن شقيقه الوزير السابق؟ ولما تعرض الفنان عبد العظيم من الاضطهاد والقسوة من قبل والديه؟ إذا كنت لا تملك أي من الإجابات على الأسئلة التي طرحناها، إذن أنت على موعد مع قصة الفنان عبد العظيم عبد الحق للتعرف عليه عن قرب، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. يا جبنة يلي صدقكم ما يعلاش إلا في الفرغة، خليكم في اللي انتوا فيه، ربوا العيال وروقوا نفسكم ليلة الخميس ويوم الجمعة، توضوا وروحوا صلوا، وكفاية عليكم الدعاء ورا الإمام جاتكم 60 نيلة. ربما لن يكون هنا أفضل من هذا المشهد في فيلم الإرهابي والكباب كبداية لقصة الفنان عبد العظيم عبد الحق، والذي يحمل مشواره الفني الكثير من المفاجآت والإبداع لأحد عظماء المشاهد الخالدة في تاريخ السينما المصرية. ولد عبد العظيم عبد الحق في مطلع يناير من عام 1905. كان شقيقه عبد الحميد باشا عبد الحق أحد أعضاء حزب الوفد البارزين في العهد الملكي، وكان وزيراً لثلاث وزارات، وألغى البغاء، وتولى أيضاً رئاسة نقابة المحامين أمام شقيقه الثاني عبد المجيد باشا أحد أقطاب السياسة منذ كان طفلاً، فقد التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وجوده. ومن القصص التي ذكرناها عن الفنان الراحل عن رحلته مع القراءات، ذكر: يوم أن ختمت القرآن الكريم ركبوني حصاناً أبيضاً ومشى أمامي 4 أشخاص يحملون رداء أخضر ووسطه وضع المصحف، ولف الحصان بي البلد كلها، والسيدات كانوا يقذفن علي الحلوى، لكنه منذ طفولته وهو يعشق الموسيقى والتمثيل. عم عظمة كما كان يطلق عليه، تعلم عم عظمة كما كان يطلق عليه العزف على آلة الفلوت والآلات النحاسية، ثم تعلم العزف على الآلات الإيقاعية وهو في المدرسة الابتدائية. وحينما بلغ عمره 11 كان القدر قد رتب له لقاءً مع سيد درويش ليقف الفتى أمامه ويغني كل ما يحفظ من أغنيات درويش أمامه. أما الشيخ سيد درويش فأعجب بالفتى الصغير وأثنى عليه، ولكن كانت نظرة أسرته له سيئة، واعتبروا أن لا مستقبل له وليس لديه قيم ومبادئ مثل باقي أشقائه، وأطلقوا عليه بتاع الغوازي. وعندما طلب من والده أن يسمح له بدراسة الموسيقى، كان الرد عليه علقة ساخنة، وطلب منه الأب نسيان الأمر حتى ينهي دراسته، فهرب قبل الامتحان وقرر الرحيل إلى القاهرة ليبدأ رحلته الفنية
بمسرح أمين صدقي، والذي كان يحفظ معظم ألحانه بأجر 8 قروش يومياً، إلا أن العائلة اعترضت بشدة وأصرت على أن يكمل دراسته في كلية الحقوق، بينما دبر له والده وظيفة محاسب في مطار المنيا، ولكنه هرب مرة أخرى وانضم بجوار دراسته إلى كرسي الشيخ محمود ثم كرسي الشيخ زكريا أحمد ليتخرج عبد العظيم عبد الحق من الكلية، واستمر في العمل الحكومي حتى تقدم للدراسة بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية عام 1948، وكان عمره وقتها يقارب 40 عاماً، ليتخرج عبد العظيم عام 1952 ليبدأ رحلته في الموسيقى والتمثيل بجوار عمله الحكومي، حتى أنه وصل لمنصب مدير التفتيش المالي والإداري والمناقصات بوزارة العمل. عندها قرر الاستقالة من العمل الحكومي والتفرغ للتلحين والتمثيل، رغم أنه تعامل مع الفن كهاو وليس كمحترف أبداً، إلا أن تلك الهواية أثمرت ما يقرب عن 500 لحن وأغنية في الإذاعة المصرية، ربما كان أشهرها على الإطلاق أغنية تحت الشجر يا وهيبة لمحمد رشدي، وسحب رمشه لمحمد أنديل، وأيضاً أغنية وحدة ما يغلبها غلاب. قدم عبد العظيم عبد الحق ألحان العديد من الأعمال الدرامية، ويمكن اعتباره أول من قدم المقدمة الموسيقية للمسلسلات، ومن بين المسلسلات التي لحنها إمام الهواه والموهوبين، الرحيل، هارب من الأيام، كما قام بوضع موسيقى تصويرية للعديد من الأفلام مثل تحت سماء المدينة ومخلب القط وجيش أبرهة عام 1973 وعقب انتصار أكتوبر. تقدم عبد العظيم عبد الحق للإذاعة بلحن لغنوة عن الانتصار، ولكن الإذاعة رفضت اللحن لتكون تلك المرة الأولى والأخيرة التي ترفض فيها الإذاعة لحن من إبداع عم عظمة، لأنه اعتزل التلحين نهائياً بعد ذلك وتفرغ للتمثيل، حيث قدم حوالي 70 عملاً فنياً بين دراما وسينما ومسرح، من بينهم تحت سماء المدينة وآخر فرصة وخان الخليلي وأرض النفاق والسيد البلطي، السمان والخريف، ويوميات نائب في الأرياف، والموميا، وغيرها من الأعمال. حصل عبد العظيم على جائزة من إيطاليا على موسيقى كتبها لفيلم تسجيلي، كما شارك في التمثيل بفيلمين عالميين هما الرسالة للمخرج مصطفى العقاد، وأدى فيه دور النجاشي، وأيضاً فيلم الموميا. إحدى أهم الحوارات الإذاعية للفنان الراحل، والذي صرح من خلالها بعدة تصريحات هامة، من ضمنها قائلاً إنه لم يكتفي بالتمثيل والتلحين، بل كان مطرباً في شبابه، وكان مطرباً خاصاً للملكة نزلي وزوجة الملك فؤاد الأول، إلا أنه لم يحترف الغناء بسبب التلحين الذي كان يأخذ كل وقته. أما عن أهم التصريحات والتي أحدثت ضجة كبيرة، كانت عندما صرح وأكد أنه لم يقبل فكرة الاقتباس في الألحان، وقد وصفها بالسرقة، وأن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب اقتبس عنه لحناً كان قد ألفه للفنانة حورية حسن بعنوان والله علي دين وندر وشمعتين، فاستخدمه الفنان عبد الوهاب في أغنية أهل الهوى مساكين صبرين ومش صبرين، مشدداً على أن هذا الأمر
آلمه كثيراً، وصفاً اللحن بابنه الذي سرق. كان آخر فيلم له هو الإرهابي والكباب للمخرج شريف عرفة، حيث أدى مشهد لدقائق لكنه كان من أجمل المشاهد المؤثرة في السينما العربية. وقد توفي بعد ذلك في 3 إبريل عام 1993. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، ما رأيك في تصريحات الفنان الراحل حول سرقة الموسيقار محمد عبد الوهاب لحن منه؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.